اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بدائرة المنزه بالرباط التابعة للمنطقة الأمنية الرابعة بولاية أمن الرباط قبل يومين شابا يبلغ من العمر حوالي 25 سنة متهما بهتك عرض قاصر عمرها 16 سنة. وتم إيقاف المعني بالأمر على إثر شكاية قدمتها أسرة الفتاة تفيد تعرض ابنتها لواقعة هتك عرض واغتصاب من طرف شخص من ذوي السوابق القضائية في حي يعقوب المنصور، عمد أيضا إلى تصويرها وتهديدها. وأحيل المعني بالأمر على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن العرجات في انتظار إخداعه للأبحاث التفصيلية ومتابعته بما نسب له. يذكر أن الاعتداء وقع في عز رمضان وفترة الحجر الصحي. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات.